اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنفس المدرسه بتاع امهاتنا والطعم الجميل واللطيف. هنعمل النهارده طاجن لسان العصفور باللحمه، ولكن المدرسه مختلفه شويه. هي نفس المكونات اللي بتستخدمها كل امهاتنا، لسان عصفور، لحمه مفرومه، بصل، ولكن طريقه الاعداد والتنفيذ هتكون مختلفه شويه. هنشوفها مع بعض في خلال التفاصيل ان شاء الله. نعمل الكفته مع توست، مع شرايح التوست، في تفاصيل كده طعم جديد هنقدمه لحضراتكم النهارده. معانا النهارده كمان البتنجان. انا بحترم البتنجان جدا بما فيه من قيمه غذائيه وعناصر غذائيه بيحتاجها الجسم على مراحل النمو كلها. هنعملها النهارده مع الفتوش، عروسه السفره. طبعا الفتوش من المطبخ الشامي او المطبخ اللبناني او السوري عموما دايما بيتميز بدبس الرمان والسماء، دول لازم اساسي في الفتوش. انما وجود البتنجان النهارده بشكل جديد دي الاضافه بتاعه الشيف المغازي، هنشوف نقدمها ازاي بما ان البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا. المشمش، واشوفك في المشمش النهارده مع بعض. هنعمله كرامبل حلو كده لطيف، فطيره ممكن ان احنا نقدمها لاولادنا في مذاكره الثانويه العامه، والطلبه ربنا يوفقهم ان شاء الله وندعي لهم بالتوفيق ان هي تكون موجوده ساعه الفطار او مثلا وجبه عشاء خفيفه فيها عناصر غذائيه، فيها حليب وفيها زبده وفيها قرفه وفيها جنزبيل وفيها طبعا كمان فليفر من الفانيليا، فالحاجه الحلوه ديت فيها الطعم اللي احنا عايزينه. هنقدمه لاولادنا النهارده بتبقى وجبه فطار الصبح او وجبه عشاء، حاجه خفيفه ولطيفه وزي الفل. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه وافكار بتكلفه ماليه قليله جدا، ونعمل اللي احنا نفسنا فيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ نشوفه بعد الفاصل او هتروحوا بعيد بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفتوش بتاعنا. نقفل الفرن. ايه الحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. ده الكرامبل، المشمش. الله عليك مخرجنا. فرسان التلفزيون المصري. الصوره الحلوه من داخل الفرن مع المشمش تتحدث مع نفسها. حبيبي حبيبي قافل. يلا. تعالوا مع بعض، عايز اعمل النهارده الفتوش بطريقتي. معانا خس وجرجير وبصل وطماطم، سماء، دبس الرمان، دول اساسي، هم دول العمود الفقري لعمل الفتوش. يعني ايه؟ يعني الفتوش من غير سماء ومن غير دبس الرمان ما يبقاش فتوش. من الاخر هناخد البتنجان بتاعنا ده كده الصغير اللي هو بيتعمل محشي، تقطع بالشكل ده كده، وهنتبله بشويه بهارات، فص ثوم حلو، شويه بهارات من الكمون والبابريكا والزعتر، وندخلهم في قلب الزيت يتحمروا. مش عايز اتحمريه في الزيت، دخلهم الفرن يتشوا حسب الرغبه. ان البتنجان بتاعنا ده يشارك في صحن الفتوش او في طبق الفتوش دي حاجه جديده. دي مهمه جدا على فكره. تجيب البتنجان الطازه، بلاش اللي هو القديم عشان ما يبقاش مر، تلاقي قلبه ابيض كده زي الشيف. شايف الجو ده كده؟ كمان واحده، كمان واحده، ومعانا عيش محمص طبعا في الاساس. اللهم صل على النبي. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف. هي النهارده تغيير، يعني انا عايز الفكره كلها اوصل لحضراتكم مرحله المطبخ له دستور وله قاعده، يعني انك تقدر تغيري فيه زي ما انت عايزه. ادي البتنجان بتاعنا، ونحط عليهم شويه قرفه ناعمين، سنه جنزبيل ماشيه معانا في الطريق، مش هتقول لا، ده الطبيعي. فص ثوم حلو، شويه زعتر حلوين، كل ده مطلوب، وشويه بابريكا وشويه فلفل. كده انا طعمت البتنجان، والبتنجان كده كده فيه سوائل. واقلبهم كده، واقليه في قلب الزيت على ما يتحمر الزيت. اكون قطعت الخضار بشكل لطيف وحلو. الله. واقلبه جامد، يقوم التوابل تلتصق بالبتنجان، لانك لما تضغطيه كده يا ست الكل البتنجان بيفرز سوائل، في ميه اصلا. البتنجان ده لو سبتيه شويه على جنب هينزل ميه. الجبنه اللي تحطها على المكرونه، هو في انواع جبنه كتير، ولكن يفضل طبعا الجبنه الشيدر او الموزاريلا. دي انواع الجبن اللي نحطها على المكرونه، دي اللي هي في متناول الجميع يعني. ولكن في جبنه كاشكاي طبعا، دي بتبقى سعرها غالي شويه. نعم ست الكل. والجبنه الرومي المبشوره الناعمه حسب الرغبه، ولكن اولادنا بيحبوا ايه ممكن نحطه. هناخد الخضار بتاعنا دلوقتي، عايزين نقطع شويه خضار حلوين كده بسكينه حاميه زي الفل، مهم جدا. اللهم صل على النبي. الخضار بتاعنا بتاع الفتوش كالاتي. معانا جرجير
معانا خس وطماطم وخيار. الطريقه بتاعه تقطيع الخضار بتاع الفتوش وتنسيق الخضار دلاله على حبك للمطبخ واماره من امارات حبك للمطبخ، يعني بتحب المطبخ هتلاقي الخضار ده متقطع حلو زي الفل. نجيب السطور بتاعنا ده كده، معانا فلفل رومي، بحب اقطعه مكعبات صغيره لان الفتوش اصلا لازم يتقطع كله بشكل واحد. نجيب كسروله، اللهم صل على النبي، ونحط فيها الخضار ده كده. عينيه عينيه وحياه عينيه، لا ما اقولكش ما اقولكش، عايزك اطلع لك بقى لسان العصفور هنا، نخليه هنا مكانه زي الفل. معانا بصل، بصل اتقطع شرايح كده لانه يخش عليه طبعا دبس الرمان، بصل كده بتاعنا. معانا خس، عينيه، تقطيع الخضار للفتوش غير الخضار اللي بنقطعه في طبق سلطه تاني، لازم يتقطع مكعبات. عشان كده بتلاقي الفتوش تقطيعها زي تقطيع الخبز بالظبط اللي بتحمص اللي معانا ده كده. ده خس اهوت، ننزل بينا كده، نبص على البتنجان، نبص على البتنجان. البتنجان ده طلع ان هو قيمه غذائيه عاليه جدا، وبعدين موضوع البحث وموضوع ان انا اعرف ان قيمته الغذائيه عاليه ولا مش عاليه، مفيد ولا مش مفيد، اصبح سهل غير الاول. الاول كنا نستشير دكتور التغذيه يقول لي ايه فوائد الخضار اللي تنزل الكوليسترول، ايه فوائد الخضار اللي هو مفيد للضغط للسكر، الكلام ده بسيط. دلوقتي بمسك التليفون بتاعي واعمل بحث فوائد البتنجان ابو قلب ابيض، ده كده كفايه عليه قوي، زي الفل. ايه فوائده؟ هتلاقي فوائده لا تعد ولا تحصى. غالب الالياف، اكسده، مضادات اكسده، قيمه غذائيه عاليه جدا، في فوسفور وفي بوتاسيوم زيه زي الجمبري. الحديد اللي موجود فيه عشان الانيميا، بس احنا نستخدمه صح، يعني من ايه ما نأذيهوش، يعني زي البطاطس كده. البطاطس مفيده جدا، الالياف اللي موجوده فيها والنشويات والكربوهيدرات، وسبحان الله النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، ولكن احنا من الاف قلب الزيت كده احنا بنضر نفسنا بيها. انما ناكلها مشويه حلوه قوي، ناكلها مثلا بطاطا حاره بالكزبره تبقى حلوه قوي، ناكلها مسلوقه بوريه تبقى حلوه قوي، ناكلها مره مقليه في زيت نضيف مش هتقول لا، عادي خالص. مش معناته ان احنا ضد البطاطس المقليه يعني. شيل دول مش عايزهم. معانا خيار، اهلا وسهلا. الفتوش، هيتقدم ازاي ده بقى؟ هو ده الكلام. خيار بالشكل ده كده، وانا مش مع الخيار يتقشر، ضد تقشير الخيار في السلطه. ربنا خلق خضاره وجماله باللون اللي جوه واللي بره ده كده نستفيد بيه. الله. وبعدين تشتري الخيار اللي هو ناشف، بلاش الخيار اللي هي طريه عشان بتلاقي قلبها كله ميه. لا لا، انا حابب السطور، قول لي اغيره والله العظيم زي الفل. معانا جرجير، السطور مداري على التقطيع. طيب ماشي، جرجير اهو، شفت ده كل الخضره مع بعضينا زي الفل. تعالوا مع بعض بقى نقدم الطبق السلطه ده. التركيه يا عم الشيف، البصلايه الحلوه اللي احنا شايفينها مع بعض دي، البصلايه ديت نعمل فيها ايه؟ بنحط عليها سماء. فين السماء؟ السماء على البصله، وشويه الملح على البصله، دي الطريقه الصح، وشويه الكمون على البصله بما ان فيها بتنجان، عشان البتنجان برضو ممكن ايه مع مشاكل الكولون. وندعك البصله مع الكمون والسماء، دعكه كويس قوي كده. شفت دي مهمه جدا. لسه ما خلصتش. حلو قوي، ده الجديد زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي كده. هعمل ايه؟ بحطها في طبق، مهمة جدا على فكرة الخطوة دي. اللهم صل على النبي، ونشيل ده كده. ده بقى الشغل اللي هو ايه؟ المحترفين زي ما يقولوا، عايز تعمل الفتوش صح.
احط عليه عصير الليمون على البصلايه بالشكل ده كده، وحط عليها زيت الزيتون وتخليها في التلاجة. حط على البصلاية عصير الليمون، حط على البصلاية زيت الزيتون وخليها في التلاجة، والخضار متقطع. جوزك اتصل بيك وقال لك أنا جاي في الطريق، برضو قول الطريق يبقى زحمة، بس اطمن إن هو طالع على السلم وقاعدين على السفرة تتبلي السلطة دي، ده المطلوب. فص توم ني اللي بقوله ده مهم جدا على فكرة، لأنك لو تبلت السلطة دي وسبتيها الفتوش هيبقى شكلها مش لطيف على السفرة. تومه نيه، يبقى انا حطيت ايه تاني؟ معلش دي مهم جدا على فكره. السر هنا تاني اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين، عصير ليمون، زيت زيتون، فص توم ني، معانا نعناع يابس فين وفين اهو، الحمد لله اهو زي الفل عشان فيها توم، مع البصلايه مع السماء كل ده مع بعض ودي الطبقين دول كده، ونجيب طبق التقديم مع بعض، وعندنا البتنجان متحمر وعندنا الخبز متحمص. بس خلينا نبص على الفرن اخباره ايه. يا حلاوه، هو ده كرامبل، كرامبل عينيا حالا يا فندم. بقى شغال في امان الله، ربنا ما يوريكوا الساعه دي والله العظيم. انت في المطبخ احسن مني وانا مبسوط، وبحب اخش المطبخ على فكره بعوض اللي انا فيه ده، ومحدش يقول لي بقى معانا وقت وانهي، والله العظيم اصعب حاجه الواحد يكون شغال شيف وقتك خلص. ياه بزعل قوي قوي قوي. اهو شايفين الكرامبل، شوف ال 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 الزبديه المكرمله مع المشمش مع الجو الحلو ده كده. طبق التقديم للفتوش، اللهم صل على النبي. اهو ناخد الخضار بتاعنا ده كده، اهو معانا الخس، معانا الطماطم، معانا الفلفل، كل ده مع بعض. يا حلاوه. فتوشه جديده. شفت الجو ده كده. معانا العيش متحمص، ده بيتعمل قبل التقديم مباشره قبل ما نقعد على السفره. العيش على جنب كده بالشكل ده كده عشان يبقى اختياري. المطاعم بتقلبوا على الوش اهو، انت خليه يقدمه كده اختياري. معانا البتنجان المتحمر بتاعنا زي الفل، بناخده هنا كده. يا حلاوه اهو، ونمسك البتنجان ده يا عم الشيف. طبعا في التتبيله خلي بالك. اول مره اشوف الطبق السلطه الفتوش ده يا عم الشيف. عينيا والله حالا دلوقتي. بس مش قبل ما اعمل التركايه دي. ونمسك الصوص بتاعنا او الدرسنج بتاع السلطه او الصلصه بتاعه الفتوش، ونحطها على الوش كده. وقت التقديم مباشره. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين. التفاصيل الصغيره دي سر نجاح الاكله بتاعتك. عملنا لسان العصفور باللحمه بطريقه جديده، عملنا كرامبل المشمش بالقرفه والجنزبيل، عملنا الفتوش كمان النهارده بطريقه جديده. يعني مع بعض نقول رؤيه فن ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.